لم تعد صناعة الموت وحدها قائمة في تعز. صناعة الحياة أيضاً وجدت لها منافذ إلى هذه المدينة، ومن هذه المنافذ أن تقدم إحدى مدارسها إلى اعتماد مادة الموسيقى ضمن جدول التدريس للتغلب على يوميات الحرب. وهنا تحديداً تطل مدرسة النورس بوادي القاضي من تحت ركام القصف لتشهد على خارطة الدمار الذي طال مدينة تعز برمتها. ففي وقت سابق وقبل تحرير المنطقة تعرضت المدرسة لقصف الحوثيين، ما اضطرت إلى الإغلاق ونزوح طلابها وكادرها التعليمي إلى منطقة آمنة. وبعد التحرير رممت المدرسة وعاد الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية بعد فترة انقطاع دامت لأكثر من عام ونصف. أخذت المدرسة في ابتكار وسائل حديثة لإسعاف ما تسببت به الحرب في نفوس الطلاب، وتبنت تدريس مواد ترفيهية من ضمنها مادة الموسيقى. أدخلت الموسيقى كمادة أساسية وخصص لها مكان في جدول الحصص اليومية لجميع الفصول الدراسية دون استثناء. وعلى الرغم من أن هذه المادة ليست معتمدة من الجانب الحكومي، إلا أنها قوبلت بشغف وإقبال كبيرين من قبل الطلاب، حيث أنها تمنحهم حافزاً للتعلق ببقية المواد الدراسية. مادة الموسيقى مادة فيها نوع من أنواع الإحساس والمشاعر. مادة الموسيقى تعطي للطالب إحساس أكثر، تعطي شعور بالراحة والانتماء، ارتياح طبعا للطالب في حصة الموسيقى أكثر، والحمد لله. إقبال الطلاب للصف لحصة الموسيقى جميل جدا. تلاقي الطالب ينتظر حصة الموسيقى من الأسبوع للأسبوع علشان يدخل غرفة الموسيقى ويعبر عن مشاعره وأحاسيسه. قد لا تسقط أنغام الموسيقى رصاصة بندقية أو أن تستحيل إلى كسرة خبز لإطعام جائع أو ضماد لجريح، لكنها قادرة على مداواة قلوب أصيبت بوجع الحرب.